اخبار الكيك ايه؟ نبص عليها. معانا وقت قد ايه يا شباب حبايبي؟ حلو. شوفوا بقى، عايزك تتعلمي مني كده. انت صحيتي من النوم الصبح في نيتك تعملي منيو زي الشيف المغازي عامله، جوزك جاي على الغدا، ماما جايه، ضيوف جايين، هحط اعمل النهارده الفوليه اللي عملها المغازي، واعمل السموزي، وجاي على بالي اعمل كيكه حلوه بالطحينه. ببص في الساعه لسه ايه ميعاد الخروج ما جاش بتاع الاولاد ايا كان. اما اعمل ايه يا مغازي؟ هو دي الشطاره بقى، هو ده بقى لما تطلع بره النص زي استاذنا الكبير المبدع عادل امام. زي ما قال لك، بطلع بره النص بحس بالايه؟ بالابداع. انا كمان حاضر اهو، هعمل طبق سلطه وانا شغال كده دلوقتي من الطبق الحلو اللي قدامي ده اللي بخير ارضنا. عندي خس، وعندي فليفله ملونه، وعندي خيار، الله اكبر، وعندي جزر. بتيجوا بقى نستنى لغايه لما المخرج يقول لي يلا يا شيف خلصت، ايه رايكم؟ والكيكه بتاعتي في الفرن لغايه لما تجهز وتطلع، عشان عايز اعمل فيها تركايه حلوه واحنا واقفين مع بعض كده. نبص عليها تاني، ايه رايك؟ بص على الحلاوه والشقاوه، بالله عليك بص، كيكه بالطحينه والبرتقان لطيفه وجميله ازاي؟ فين الكيكه؟ ده استوت يا فندم، والله استوت. بس هي الفرن انا عايز تشوفوها، والله لا جميل. حاضر، انتوا عارفين ان انا بحب الشغل. شيل ده من هنا كده، واشيل دي هنا كده، اللهم صل على النبي، واقوم اعمل كده. شفت يا مخرجنا يا مبدع، اللهم صل على النبي، وجيب تفاصيلها يا غالي. ايه الحلاوه دي؟ بالله عليك، بالله عليك، جيب لي الصوره من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. حلو. حلوه، تمام. خليها في الفرن شويه. حاضر، الله يسلمك. تعالوا مع بعض السله كده، لان قالوا لي في وقت. ده خس مغسول، وانا بحب الخس البلدي من خير ارضنا، والبلدي يوكل. شوف الطبق اللي انا عملته دلوقتي، للامانه هو عدل طبق الفول ده. طبق سلطه لطيف كده، هيتقطع بالشكل ده كده، خس بالطريقه دي كده، معانا فلفل الوان، ناخده كده، فلفل اصفر. ده الطبق. اخواننا الشوام واللبنانيين على الفطار نلاقي جات الخضره ده كده في كل حاجه، في الخيار، في الطماطم، في النعناع، في البصل. تقطيعه لطيفه كده، تحس بطعم الخضار هو تحت اسناننا كده، ايه بيتكلم مصري. وادي الخيار، شفت الجو ده كده؟ حلو قوي. عندي جزر، وده مطلوب في فطار، في غدا، في عشاء، ده مطلوب. خليه دايما عندك في الايه، في المطبخ. تسلم ايدك والله يا مغازي. البصلايه الحلوه دي كده، اهم حاجه ان السكينه والبلانشه يكونوا نضاف وزي الفل، ما يكونش مكانهم فراخ ولا لحمه ولا سمك. ايه رايك في الطبق السلطه ده؟ بالله عليك انت قول لي رايك. اللهم صل على النبي. تتبيله عينيا حالا، اديني من الطيب منت، رشه زيت زيتون. حاضر، عينيا اهو. شفت الحلاوه دي؟ رشه زيت زيتون. وايه كمان يا عم الشيف؟ تركايه صغيره بس، سنه ملح صغيره، مش هحط ليمون. الف هنا وشيفا اللي هياكل من طبق السلطه ده. اول حد هيخلصه الاطفال، خلوا بالكم كده. السلطه خلصت.